عندي وليد يقرا لانكيم اني عنده معلم نتاع فرونسي جسمي من الجنوب معلم مدام الملاحظه معناها من الجنوب ولا من الشمال هذه نخليها على جهه معناها معلم ولا بالعكس انا بدي من الجنوب معناها ما عنديش مشكل به واصل معناها جست حاجه بركه معناها سيد هذه معناها يبقى بارتي اون ريتريت مي ويمكن عام جاي اخر عام باهي دونك المعلم هذايا اسمعني بالكبي عايش خويا يسكر البيت وياخذ وسكر وذنيه بالبابي مشوار وياخذ العصا ويبدا يضرب على السبوره ويقول للصغار اللي يسكر وذنيه ياكل تريحه ويقول لهم باش تحسوا بالالم اللي نحس فيه انا هي حاجه والحاجه الثانيه يسب في ربي في القسم ويتكيف في القسم فهمتني وكونتي سينير يبدا يطيش في دفشو فهمتني وما عادش باش نقريكم ودرا شنو والحاجه الاخرى زاده يقول لهم نقص منكم روسكم على الصابوره نغفصوا لكم راسكم مع الصابوره نقتلكم بلي هذا ميساج السيد وزير التربيه احنا نحاربوا في الارهاب ما فما ارهاب زاده في الاقسام وفي المكتب ولدنا صغار انا بعت ولدي باش يتربى قبل ما يتعلم نبعث المعلم باش يسب ربي